يقول: ما يقوم به البعض من قدح في العلماء والمشايخ وطلبة العلم وتتبع أخطائهم والتشهير بهم، هل يعد هذا من النصيحة؟ وهل من نصيحة في هذا؟ لا، هذا يعد من الغيبة المحرمة ومن أكل لحوم العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الغالب أن هذا ما هو قصده الغيرة على دين الله، هذا قصده التشهي وعداوة أهل الخير، يتشفى بهذا. نعم.